السلام عليكم البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. نرحب بكامل المشتركات الجداد ونرحب كذلك بكامل المشتركات اللي راهم معايا من بدايه القناه. على بالي القناه ما مازالها جديده وما زالها يعني مستنيه منكم الدعم. ما تنسوناش بلي جام لي كومونتير والاشتراك طبعا وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كامل جديد. على بالي البنات راني طولت عليكم هذه المره الغيبه، ان شاء الله برك تسمحوا لي وتعذروني لانه ظروفي ما راهيش تسمح اطلاقا. وبهذه المناسبه يعني بمناسبه التاخر هذا راني جبت لكم فيديو اللي ان شاء الله تسمحوا لي به وهو الكونفيتير تاع السفرجل كما راكم تشوفوا. بون القصاص كما نقولوا له حنايا، تبعوا معايا المقادير حتى الاخير باش تعرفوا الطريقه لانه طريقه جديده ومبتكره. يلا معايا نبداو لا فيديو كيف كيف. بسم الله، هنايا بديت حطيت ليترا نتاع الماء هنايا بجيها باش نبدا نعطيكم مقادير. هذه مقادير لكيلو نتاع السفرجل، حكمت طاحوا لي واحد ربع حبات متوسطين هكاك، داروا لي كيلو كي وزنتهم. ومن بعد نقيتهم حطيتهم في موقارس باش ما يكحلوليش بزاف، ومالغ يعني حطيتهم في موقارس حطيت على القرعه سي بوغ سا بدا هكا يحمر لي شويه. نتوما سيو ديروا القارص الطبيعي، انا القارص الطبيعي خليت نص باش نديرو في الوصفه تاعي كي تبدا طيب. هنا كيما راكم تشوفوا هذا المكون السحري ولا لا تاع هما هذو البذور تاع القصاص سفرجل، خليت منه شويه باش نحطهم في المعجون باش هكا يدير لي واحد لا جولي، واحد يعني القوام كيما لا جولي، يعني راح يجيكم بزاف هايل. طوب انا عليا صدقوني غير فور. بون حطيت هذاك السفرجل في كوكوت كيما هكا راكم تشوفوا، غمرته بالماء وحطيته يغلي لمده 10 دقائق. وهذاك تاني اللي راكم تشوفوا فيه راني ستوريته لكم وحطيته بجهه يسخن هو كذلك. وبيان سور الكيلو نتاع السفرجل نسحقو كيلو تاع السكر ونص حبه تاع القارص وهذوك الحبات اللي كما شفتوا نتاع اللب نتاع القار السفرجل القصاص. هنايا كيما راكم تشوفوا يبدا القصاص هذا يغلي مده 10 دقائق، نحيوه ونحطوه في الماء هذاك اللي يكون يسخن بجهه اللي هو تاع الليترا تاع الماء. اوكي هذا برك باش يطلق لي روحه هنايا شويه. كيما راكم تشوفوا غير بدا يغلي، حسبت له 10 دقائق ماكسيموم هكايا. ها شوفوا يبدا يطرى كي تحطوه في الماء هكاك راح يطرى لكم شويه، ماشي كيما تحطوه ديجا. ها شوفوا غير سيت كسرتها كالدوماش. هنايا بدا الماء تاعي يسخن، نبدا نحط فيه السفرجل نتاعي من الكوكوت ديريكتومون في القدره وين راح نطيبو السفرجل. هكايا حكمتو وبديت نحط فيه نقطر فيه نقطرو كيما حنا نقولو نقطر ونحط ديريكتومون في الهادي نتاع الماء مسخن. هكايا كي كملت كامل هنايا هاي ليك وزعتو نوزعو غير بالعقل بالعقل عليه باش هكا ما يتكسر لكمش لانه راهو يكون طري. هنا في هذه المرحله يكون طري. هنايا نضيف عليه مباشرة الكيلو تاع السكر بالعاني، خليت لكم في الساشي باش تعرفوا يعني باللي راهو كيلو كامل ما نقصت منه والو. لهذا الكيلو فوالا هاي اللي قدرتو نحركهم بعد يعني بشويه باش هكا يذوب لي هذاك السكر فيه يعني غير بالعقل كيما قلت لكم باش ما نكسروش ونهرسو هذاك القصاص تاعنا. ومن بعد نحط عليه نص حبه تاع القارص وهذوك هذو البذور تاع القارص تاع الاسفرجل. هنايا نبدا نعس فيه بيان سور كي يبدا يطيب، وهذيك الرغوه اللي راكم تشوفوا فيها ما تقلقوش عليها، خليه الرغوه في الاخير في الاخير كامل تماك تنحيو الرغوه على جهه، لانه بيان سور كما على بالكم كل ما نديروا كل ما نحوا هذيك الرغوه راح تزيد تعاود تتشكل لنا رغوه واحده اخرى. هنايا كي طاب وطفي بون قبل ما نطفي هنايا بون طفيت بعدا كي درتو فوق طبسي اللي يكون بارد كنت حطيته في كونجيلاتور حطيت هكايا شفت باللي مازال ما طابش مليح. راكم تشوفوا في هذه المرحله كيفاش راه يرجع السكر. حنايا لا حنا كيفاش نتاكدوا باللي طاب؟ لازم نشوفوا السفرجل هذاك العسيله تاعنا ما ترجع لناش، كيما نحركوا المغرف تبقى هكاك
ما تحركش. وهذه هي النتيجه في الاخير كيفاش يخرج لنا اسفرجل تاعنا، يعني مانيفايك. نتمنى انكم تجربوه وينجح معاكم. كيما وصيتكم تبعوا مليح النصائح اللي حطيت لكم، ديروا شويه من هذوك البذور باش يجيكم قوام تاع كوم لا جولي، وإلا ما حبيتوش طبعا ما ماشي اوبليجي. القارص ضروري باش ما يكحلناش ويرجع لنا هكا يا ذهبي شباب لون روعة. وثان تبعوا في الأخير العسيلة، عسوها بالطبسي هذاك اللي يكون خرجته من الكونجيلاتر، بيكون بارد باش كي تحطوا عليه العسيلة ينشف هكاك، تعرفوا ما يتحرك الكمش. كي تحركوا بالمغرف ما يتحرك الكمش، تماك تعرفوا باللي الكونفيتير تاعكم طاب. اطفيوا النار، نحيوا هذيك الروعة من الفوق، في الأخير نحيوها من الفوق كامل وتحطوه في برطمان، بليش في يا ربي راح لي اسمه، في هذوك لا وين يحطوا الكونفيتير ولا راح لي الاسم مانيش حابه نخمم. هذوك تكونوا بيان سيغ غليتوهم عقمتوهم مليح نشفتوهم مليح، ومن بعد تحطوا فيهم الكونفيتير تاعكم. نتمنى الوصفه تكون عجبتكم، ولا عجبتكم ما تنساوناش بالاشتراك الاعجاب.